اخوتي الاحبه بعد كم يوم بيخلص الصوم الاربعين المقدس نبلش بعدين صوم الاسبوع الالام صح بعد في بضعه ايام والبعض منا يمكن اللي تعب من الصوم صار عم بيعدهم ناطرون لا يخلصوا وخاصة أحيانا بنشوف بعض الأولاد اللي قاطعين عن الشيبس أو الشوكولا كيف يبقوا حيصين وناطرين بلشوا ينطروا وعم بيعدوا الأيام وبيسألوا كل الوقت أيمتى رح فينا نرجع ناكل شوكولا فمن جهه بدهم يعبروا للرب عن محبتهم وعن صومهم ومن جهه اخرى جسد فين عم يتنازع انه بده شيء تاني وانا بقول للجميع اليوم اخوتي خلينا نشكر الله على نعمه الصوم، نشكر الله على هالعطيه اللي اعطانا اياها الرب واللي كشفها لنا واللي بتساعدنا بحياتنا. طلعوا على المسيره اللي مرقتوها بخلال هالايام المباركه كلها. وقولوا لو منيح اللي عملنا هيك لأنه لو ما نعمل هيك نخسرنا الكثير الكثير من العطايا وليلي ما قدروا يصوموا ما قدروا يعملوا شيء ولكن بنقول لهم ما تستسلموا رجعوا اطلبوا رحمة الله ونعمته وبركته بخبروا عن اثنين رهبان كانوا عايشين نساك يروحوا ويجوا مرة بالسنة عالدار يلتقوا قال الاول للثاني كيف كانت سنتك؟ قال له كثير صعبه. الثاني قال له الاول كيف كانت سنتك؟ قال له كثير صعبه. قال له شو بتقرر؟ كل واحد يقول للثاني شو بدك تقرر للسنه الجاي خلينا نجرب بعد سنه. يرجع يغيبوا سنه ويرجعوا. نفس القصه. سنة صعبة كثير، هذيك يقول سنة صعبة كثير، شو بدك تعمل سنة الجاي؟ طب خلينا نجرب بعد سنة. ونحن بصومنا بيكون الصوم صعب كثير وقاسي كثير ولكن أيضاً بدنا نجرب بدنا نكفي بعد عنا كم يوم بدنا نتابعهم ولكن ايضا بدنا نطلع على الايام اللي مرقنا ونفرح ولو كانت صعبه ولو كانت قاسيه ولو كانت متطلبه نعرف نشكر الله على صومنا نشكر الله على النعم اللي اخذناها نتامل شو عمل فينا الرب خلال هالصوم لانه أسبوع الجاي بدنا نتامل بشو عمل الله من اجلنا ما فيش وقت لنتامل باخبارنا وب... بضعفاتنا او بالبركات اللي نلناها بالصوم، هذا الاسبوع بعد هالكم يوم وقت لنشكر الله على كل عطاياه ونعمه من توبه من نعم روحيه، يمكن البعض منكم كان اخذ هالصوم على نيه يا ربنا يكشف له دعوته وكشف له عن دعوته او اعطاه جواب على القليله عما يريده منه بحياته بمسيرته البعض منكم بهالصوم اكتشف انه قادر بنعمة الله يعمل كتير اشياء وعمل البعض منكم طلع له فرصة يتقى مع ناس مهمشين او محتاجين وخلينا نشكر الله اليوم على كل هالاشخاص اللي التقينا فيهم على كل عمل محبة عملناه اكيد هالشي عم نعمله بيننا وبين ربنا ولكن نشكر الله على هالشي صحيح نحن عم نعمل اشياء بالخفية ولكن في شيء بالخفية بيننا وبين ربنا نقول له يا رب بشكرك لانك سمحت لي ساعد هالمحتاج وهالفقير حتى نلاقي سبب لنفرح كمان نحن اوقات الاشياء العاطله بنضل نحكي عنها وبنضلنا نفكر فيها كل الوقت الاشياء الحلوه اللي بنعملها او اللي بنختبرها بتمرق سريعا لاحظوا اوقات كيف نعمل تقييم بنشاطات روحيه او حتى نشاطات رعويه نحكي عن الايجابيات بنقول هيك الايجابيات كانت الرياضه حلوه ونبلش نحكي عن السلبيات نحكي جمل طويله ولكن كانت التوقيت هيك وكان الاكل هيك وكان وكان, وكان. فنحن عنا هالاتجاه انه دائما نروح على السلبي ونيح اليوم نحن تقريبا عم نصير اواخر الصوم انه نرجع نفكر بالاشياء الحلوه اللي عملها الرب معنا مش بالاشياء اللي ما نجحنا فيها بل بالاشياء اللي نجحنا فيها ونشكر الله عليها ونطلب منه نعمه انه نتابع هالمسيره من بعد الصوم امين